السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم كان في تصريح خطير من زفزاف، اليوم اتعين واليوم قصف. كان تصريح خطير تكلم به زفزاف، طبعا هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ الله أعلم. هو لسه اتعين اليوم، صار عارف القرار الرسمي؟ طبعا احنا زي ما قلت القرار الرسمي اللي بيكون على الصفحة الفيفا هو القرار الرسمي، غير هيك لن نصدق أي أحد. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، وهيا بنا نسمع مشاكرة ماذا رد على زفزاف. يلا يا أخواني. لكن سمعني أنا في الكلام، المهم راح نقول جيش الأمل وجماعتنا كان الجزائريين الناس اللي بقات عندها. نتكلم على موضوع الفيفا. الفيفا نحن في حرب كبيرة مع الفيفا ومنتصرين عليها شاءوا أم أبوا. الملفات موجودة في الفيفا، ملف الفساد موجود، ملفات تاع التقنية موجودة التي وضعتها الفاف بضغط، لأنه قلنا بلي راهم كاين الناس في وسط الجزائر هما اللي باعوا القضية وهم شاركوا في عملية اغتيال الفريق الوطني وخسارته في الجزائر، ليس فقط من يوم الملعب، من قبل وشرحناها وقلناها وتحدينا أي واحد اللي تكلمنا عليه سواء كان ايتو سواء كان الناس اللي تكلمنا عليهم، ولم وطلبنا منهم ان يرفعوا دعوات قضائية ضدنا اذا كنا نكذب، وظهرنا امام الفيفا لله الحمد صار. المهم الملف خارطة الجزائريين تاع الفيفا، الفيفا لحد الان لم تصدر قرار بقضية الجزائر، يعني ما زال عندنا امل، ويعني نتحداو اي واحد. خويا اذا كان عندك قرار كما داروه بالنسبه لتشيلي وخرين واللي حطوا يخرج قرار، قلنا راكم قاعدين تهضروا في الفراغ. الحمد لله انتم تقتلوا في القضيه يا جزائريين الخونه، تقتلوا في القضيه والحمد لله احنا رانا نحييو فيها، لانه انتم قاعدين تعاونوا في اعداء الجزائر دون علمكم يا ايها السذج يا ايها الجهله، كما قال يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل ما يستطيع فعل العدو بعدوه. واش راح لكم فينا؟ ما حبيتوش تعاونونا يا حركه يا ولاد الحركه؟ اجبدوا روحكم وقعدوا، واش قوتكم؟ نحن نكذب، نحن نحلم، نحن نبيعوا في الامل، نحن نبيعوا في الاهوام، سي فوتر بروبليم. الناس دالوكم الاف الملايير وما هدرتوش عليهم، احنا ما دينا لكم لا ملايير لا دينا لكم الاف ملايير، لا سرقناكم لا حكمنا مناصب في الجزائر، لا دينا لا سرقنا، احنا قاعدين ندافعوا على حقنا فقط ولم نطلب اكثر من حقنا. اذا خالتي جيش الامل اللي نحييهم كامل. الملف تاع الجزائر موجود وصار يكون قرار بإذن الله، لأنه كاين رجال في الدولة الجزائرية موقفين بإذن الله على الملف، كاين مكاتب ثانية كراهم بانو كانوا تاع اللي نحييوه يوسف باجا، مكتب محاماة يوسف باجا والمحامي روسي الدولي راهو بانو كانوا بانو كانوا، يعني ترد الفيفا القرار مشكك الطاس الفضائح، يعني الفيفا لازم ترد لنا حقنا والا ستدفع الثمن غالي. الفا بي بي لو بري تري شير. نعم انا في اوروبا، انا في اوروبا وانا اتحدى الفيفا واتحدى الكاف. نعم عندنا ادله تاع رشوه وعندنا ادله كبيره تاع فساد المسؤولين سواء كان في الفيفا او لا كاف. عمرنا ما تكلمنا على الفيفا، جامي اون بارلي دو لا فيفا، اون بارلي كو دو لا كاف. اون ا دي برودوي زي ما تسمعتوا أخواني وأخواتي، هذا ما قالوا اليوم مشاكرة ردا على زفزاف. طبعا زفزاف احنا سمعنا التصريح بصراحة أزعجنا جدا جدا، لأنه دائما نقول بإذن الله، نحن ننتظر بإذن الله، لأنه قرار الفيفا سوف يكون على صفحتها الرسمية، مش محتاج منك زفزاف إنك تفتي فيها اليوم وتحكي الملف أغلق. بالماضي حكى إن الملف مازال مفتوح و